صباح الخير ولا مساء الخير ومساء النور، كي صبحتوا لاباس عليكم؟ بخير، اموركم هانيه، كلشي هو هذاك اللي دعى عليا، دعى عليا بالروينه وتماره. عرفتوا هذا الصباح جا قلت لكم غيجيو صحاب البوطه، جاو صحاب البوطه يقادوا لي المسائل والبوطه. استقات المشكل ما شاف البوطه، المشكل في ديك البلاك ديال الفوق، شعلوا عاوتاني. عرفتوا واحد الصوت تسمع راه كانت غتفرقع الدار، الله يستر ويحفظ. دابا عاد غادي نقادوا المشكل، لا فيسيل سيلات الماء، المهم باقه مع لي طرافو هنايا. انا هادشي اللي كاين، داكشي علاش غابري عليكم. الرجاء كثري لنا ستوريات، رجاء ما كاينش ديري لنا ستوريات بزاف. رجاء وبنات راه ما كنقدرش ندير ستوريات وانا مشغوله، ما كنقدرش زعما نجلس ونتكى معاكم ونجلس وندير لكم نصائح ولا ستوري. وانا باقه مرونه، راه باقه ما قديتش المسائل ديالي، باقه ما قديتش روينتي، باقه زعما ما فيكستش الامور ديالي وما ستابيليزيتش الامور ديالي. باقي عاد كنتقاتل، كل نهار كتبان لي حاجه جديده، كل نهار كيبان لي بروغرام جديد، كل نهار كتبان لي حاجه خاصها تقاد. فانا غير مع الروينه ديال الدار. البارح كنت غنبارطاجي معكم لي ستوري فين مشيت تعشيت. مشينا تعشينا في واحد لو ريستوران تركي واعر، اتشي مهمات حتى نبارطاجي معكم لي ستوري ديال البارح. غادي نحط لكم نيو بوست، غادي نمشي نقاد لكم البوست اللي غنحطو. ضربت لكم واحد الحطه زوينه غتعجبكم. مشيت تعشيت انا وسناء الشيكشوب وصحيباتي امينه وداكشي، تعشينا وعرفتو كان لو شو واعر، كان داكشي فريمون زوين بزاف. غنحط لكم البارح ودخل كما كنقولوا ما كانش الكونيكسيون مزيانه، وسالينا العشاء روطار، وقلت اللهم بارطاجيهم معكم اليوم بكري، تشوفوا لي ستوري، تشوفوا الشو، تشوفوا الحطه. غادي ندير لكم اليوم نيو بوست ان شاء الله. هادشي اللي كاين البنات. شوفوا سمحوا لي، عارفاني راني مقصره من جيتكم، ولكن والله العظيم الا عيني يعطيكم الخبر، راني فريمون كنعيا كنعيا كنعيا، عندي بزاف ما يدار، عندي بزاف ديال الحوايج خاصني نقادهم. داكشي علاش راني غابره عليكم، كنتسنى غير امتى تقاد الامور ديالي باش نرتاح حتى في نفسيتي ترتاح. قلت لكم كنتسنى غير امتى نقاد الامور باش حتى النفسيه ديالي ترتاح، باش حتى انا نقدر نبقى نصور معكم في خاطري، نبقى نجمع معكم في خاطري، نطيب في خاطري، نقاد المسائل ديالي. نجلس توحش نجمع معكم، توحش نبارطاجي معكم لي روتين ديالي، توحش انتو شنو الحوايج طويبلات اللي هنايا غادي يتبدلوا. ديك الطبله اللي كتشوفوها صالا مونجي راها واقفه غتحيد، ما عندي فين نديرها، لي سبوس ديالها ما كاينش. صافي بقاو لي كيلكو ديكوراسيون وداك الشيء. كنفكر ندير ديك الكوزين امريكان، نزيد عليها واحد لي لامب من الفوق. صافي نقاد المسائل ديالي. عرفتو صحاب البوطه من قبيله، صحاب الشركه اللي قادوا من قبيله هما كاينين في الدار. مشينا بدلنا البوطه على اساس كتخرج الغاز، استقات واخا المشكل ماشي في البوطه، المشكل في ديك البلاك اللي الفوق، خاصها تبدل كلها عاد باش نبقى نطيب. الغاز فيها ماشي هو هذاك، وراكو عارفين اصعب حاجه هي الغاز، راه الله يستر. وصافي راه 20 وانا فحال هكذا ومشكل ما تقدش، داكشي علاش ما كنطيبش. المهم هادشي اللي كاين البنات، قلت لكم عارفه مقصره من جيتكم، ولكن راه عندي بزاف ديال الاشغال والله ما كنسالي. شو ما شوفوا على البلاك كان فيها مشكل، عرفتو ملي شعلت البوطه وهي بحال تفرقعات هنايا. هاد البوطه غادي تبدل لي اليوم. لافي شوفوا الحاله 10 راني لهيه غير مع هادشي هنايا ديال الدار. شوفوا لافيسيل عاوتاني يلاه بدات كتخدم، كانت خرجات ليا الماء. المهم الحاله بحال داكشي علاش شنو راني غابره عليكم. بالنسبه للبنات اللي كيسولوا، راه لا برومو ديال سوليدار مازال كاينه، 199 درهم عوض 250 درهم وتوصيل فابور. اللي ليفغ الاخر نهار في البرومو هو غدا البنات نهار الحد فقط، فاللي بغاو يستافدوا من لا برومو ديال سوليدار يدخلوا كوموندوها عندكم اليوم وغدا اخر نهار، غدا اخر نهار في لا برومو ديال سوليدار باش تستافدوا البنات، باش اللي عندها المهم اللي بغات تجرب سوليدار، اللي كانت باغا تجربوا وكانت كتسنى البرومو، فهذه هي الفرصه البنات باش تاخذوه. البرومو بمناسبة عيد المولد النبوي البنات، 199 درهم دخل فيها حتى التوصيل لجميع أنحاء المملكة. فدخلوا كومونديو. واش باقى البرومو البنات؟ باقى البرومو، غتسالي غدا إن شاء الله، غدا آخر نهار في البرومو.
شوفوا اللي كيعجبني فيها انها ديما كتخرج ليا القصه بومبي، واللي كيعجبني فيها عاود اخر انها ما كتخرجش ليا الشعر محروق. دابا جيت ندير غير واحد لي غوتوش قبل ما نخرج كنتشعكك ليا الشعر. شوفوا الشعر كيبان بحال ناتوريل، دابا كتحسي بيه مسرح، الحراره ديالها ماشي عاليه نهائيا، يعني ما كتحرق لك الشعر، واحسن بزاف من السشوار. السشوار شوفوا غير فوليوم السشوار كتبقى تمشط. انا بعدا ما كنعرفش نخدم السشوار، الا تخطاني هاد المشطه خاصني نمشي للصالون، من غير هاد المشطه ما كنعرفش نخدم بهاد السشوار، ما كنعرفش نقاد به القصه ديالي. شوفوا دابا كيفاش الفوليوم اللي عطاتو ليا واللي كيعجبني فيها واللي كيعجبني فيها ديما هو انه ما كتحركش الشعر وكتخلي فيه الفوليوم طبيعي. ها نتوما كتحسوا راسكم بحال هو هابط طبق هكا، لما تنشفوا نتوما، شوفوا وكتخلي فيه واحد اللمعه. شوفوا ما كتهبطوش بحال هكا كما كنقولوا هابط محروق بحال السبيب. شوفوا كيهبط فيه الفوليوم، كيهبط حيوي، فهمتوني؟ هادشي اللي كيعجبني فيها، كيهبط ناتشورال وما كتحركش الزقبه، اهم حاجه. فاللي بغات تكومونديها غنخلي لكم لاباج ديال اميراتي ستور وغنخلي لكم نيميرو واتساب. اي وحده وقع لها مشكل في الوان ستيب، البنات صيفط لهم ميساج في الواتساب، راه غيشونجيوها ليها، راه كاين الشونج البنات. سيبوزو كي وصلت فيها مشكل، واخا انا هذا اللي كنستعملها عليهم دابا، راه ملي بديت جو بونس عام وانا كنستخدم فيها، عام وقيلا وانا كنخدم بهاد المشطه هادي، ما وقع لي فيها حتى شي مشكل، هي نفسها باقا كنخدم بها لحد الان. الوغ ملي وقع لها شي مشكل تواصل مع لاباج اميراتي ستور ولا تواصل مع نيميرو واتساب، راه غيصيفطو ليكم الشونج البنات. هذا راه كاليتي زوينه، ايميتاسيون مزيانه، عمرها طرقات عليا، عمرها تحركات عليا، عمرو شفت منها شي مشكل. حتى من الشعر ما كتحركوش، كتخليه كما كنقولوا كيهبط حيوي بحال ما مشى. سمعوني مزيان وحلو ودنيكم معايا، هاد لي ستوري بالضبط للافاده. الوغ سوا لي زيتوديون، سوا الناس اللي كيقراو، سوا الناس اللي ما باغي اللي ما كيقراوش وباغيين يتعلموا لي لونغ. راه جبت لكم واحد السيده اللي انا دابا بديت كنتبع معاها، واعره في لونغلي واعره في الفرنسي. سمعوني مزيان، واحد الثمن غادي نقول لكم عرفت شنو هو، خيالي خيالي. الوغ دابا سمعوني الناس اللي كيقراو، لي زيتوديون طلبه واللي ما كيقراوش مثلا خدامين بغاو ديفلوبي او نيفو ديالهم صوف الفرنسي وفي لونغلي. السيده تبارك الله واصله، عندها لا ليتيراتور اونغليز، جوج ديال لي ليسونس، وحده في لا ليتيراتور اونغليز وحده في لا ليتيراتور فرونسيز. الوغ السيده كتخدم مع مهندسين، كتخدم مع ناس كبار في برا، في ما كتخدم مع ناس فريمون واصل، والنيفو ديالها فريمون واعر، كتخدم معكم جميع المستويات. يعني بغيتي تعلمي لونغلي ديفلوبي، واخا كتكوني كتهضري كواك سوسوا كما كان النيفو ديالك، كنتي نيفو با ولا نيفو طالع وبغيتي تزيدي ديفلوبي راسك في الفرنسي ولا في لونغلي، كيف ما كان لو نيفو ديالكم، عندكم زوج ديال لي لونغ هي متمكنه فيهم، محترفه فيهم، الفرنسي او لونغلي. واخا تكوني كتهضري وبغيتي تطلعي النيفو ديالك، كنتي كاع زرقاء اكثر من البحر، يعني من نيفو با نيفو صفر حتى النيفو زعما تتوصل تتولي اكسبيرت، غتبع معاك. الوغ الثمن جد مناسب، اللي هو 300 درهم في الشهر، فيها 8 ديال الحصص. عباد الله انا من قالت لي 8 ديال الحصص ب 300 درهم تصدمت. الوغ عندك 8 ديال الحصص، جوج حصص في السيمانه، كل حصه فيها من ساعه ونص حتى لساعتين، لي كور كيكونوا اديستونس سواء في الزوم سواء في التليجرام. غنخلي لكم لو ليان واتساب ديال السيده. باش نقول لكم واحد الحاجه، لو كونط اوفيسيال ديالها طار، مسكينه طيروا ليها لي كونط، راهم نازلين على لي كونط، ما عرفتش اش واقع. السيده كانت تخدم على راسها، طار ليها لو كونط الاول وطار ليها لو كونط تيك توك، فغادي نخلي لكم لو كونط ديالها انستغرام freenglish.ma، هذا الكونط جديد يلاه حلاتو، وغنحط لكم لو نيميرو واتساب باش تواصلوا معاها ديريكتومون. الناس اللي بغاو يتقيدوا راه التسجيل مفتوح الى غايه جو بونس لو 25 غادي يتسالى، لو 25 من هذا الشهر هذا. كما قلت لكم سمعوني مزيان البنات، بنات ولا الدراري، اللغات غينفعوكم غيحلوا لكم بزاف د البيبان، سورتو لونغلي. المهم سواء كنتي باغا تعلمي لونغلي ولا سواء كنتي باغا تعلمي الفرونسي، هاد البنيته هادي غزاله، للتعامل ديالها، لطريقه الشرح ديالها. غادي نحط لكم شي ناس اللي كانوا عندها لي زيتوديون ديالها ولا الطلاب ديالها، اي سون تري تري ساتيسفي. جوج حصص في السيمانه، واللي بغى يدير باك مثلا، اللي بغى يدير باك يجمع فيه الفرونسي ولونغلي، راه غيتقام عليها رخيص، 550 درهم عوض 600 درهم، 8 د الحصص في الفرونسي و 8 د الحصص في لونغلي. انا بالنسبه لي 8 د الحصص في 300 درهم راه فابور، وغادي يكونوا كيف قلت لكم اون ليني، غتختاروا سوا الزوم سوا التليجرام، غتكونتاكتيوها في الواتساب ولا في لاباج انستغرام ديالها، وغادي تبدا التسجيل كيف قلت لكم. غادي يتوقف ان شاء الله بادي اللي بغى يتسجل من دابا حتى النهار ان شاء الله لو 25 جو بونس، من هذا الشهر هذا شهر 9، وغادي يتوقف التسجيل. فاللي بغى يتسجل يدخل عندها سوا الواتساب سوا لاباج انستغرام ديالها.
فمسكينه فريمون دارت لكم ثمن مناسب. سي دابا قام كتقاتل مع الزمان وداك الشيء، الله يسهل عليها. داك الشيء درت لكم ثمن جد مناسب، درت لكم غير بخومو. كيكونوا زوج حصص في السيمانه، كل حصه فيها من ساعه ونص حتى لساعتين سوغ تيليغرام ولا سوغ زوم، نتوما تختاروا. الا بغيتوا كيف قلت لكم نقول لكم جميع المعلومات، الا بغيتوا باك في الفرونسي والانجلي غيتقام لكم ب 550 درهم مع 600 درهم، 8 الحصص في الفرونسي و 8 الحصص في الانجلي، جميع المستويات جميع الاعمار، ما كاينش حتى شي مشكل. يعني من نيفو محرتك زعما ما كتفهمي والو في اللغات، حتى واخا تكوني نيفو طالع واعر وبغيتي تزيد ديفلوبي راسك، السيده متمكنه واعره. غنحط لكم كيلكو سكرين ديال الناس اللي خدموا معاها، تبارك الله عليها. فالناس اللغه جد مهمه، اللي بغاو تعلموا اللغات، اللي بغاو يتقفوا راسهم، اللي بغاو يزيدوا بالنيفو ديالهم ديال لي لونغ، واخا كتهضروا ديفلوبيو لي لونغ ديالهم توليو دي زيكسبير في الفرونسي ولا سوا لونغلي. غنخلي لكم السيدة فرنش، المهم غادي نخلي لكم لاباج ديالها frenglish.ma، ودخلوا عندها الواتساب باش تقيدوا معها. واخر حاجه غادي نقولها قبل ما نزيد على السوجي، حيت هذا السوجي فريمون تري تري انتريسون، لي لانغ مهمين بزاف. الوغ غتدخلوا عندها لاباج، غتبدا دير لكم لايفات تعليميه، غتبدا تحلل لكم لي لايف، غتبدا دير لي تبدا الناس فهمتي اللي مازال من بعد اللي بغى يشوف خدمتها، غادي تبقى دير لكم لي لايف تعليميين باش تشوفوا حتى خدمتها كي دايره. وخي طريقه الشرح ديالها فريمون واعره، درت معها واحد دو سيونس ما شاء الله عليها، مقنعه، عندها السلاسه، عندها لا سامبيسيتي في الشرح، كتفهموها دغيا، كتشوف لكم الاحتياجات ديالكم. فغتبدا دير لكم لي لايف ان شاء الله في هاد لاباج، فدخلوا عندها لاباج انستغرام ديالها وديروا ليها لايك، غتستافدوا منها بزاف، عندها محتوى تعليمي رائع. مع الاسف طارت ليها لاباج انستغرام، ولكن غنطلعوا ليها ان شاء الله هاد لاباج ديالها جديده، حيت فريمون كتستاهل تبارك الله عليها. دريه درويشه كتقاتل، قاريه وبغات تعلموا منها بزاف ديال الحوايج، وهادو الناس اللي ديجا خدموا معها تبارك الله اي سون تري ساتيسفي. وهذا الشيء اللي كاين حاولوا تقيدوا دابا قبل ما يسالي الوقت. اخر نهار للتسجيل اللي هو لو 25 سبتمبر، دابا التسجيل مفتوح، تقدروا تسجلوا من دابا. ايوا على سلامتي. بسم الله، باش كنخاف كاع صاحبتي نشعل البوطه. بسم الله الله يستر. ما قادو هادي عرفتو، راه من كتشعلها في الاول راه كانت كتطلع عليا النار. الله يستر. صافي صافي صافي، دابا بسم الله والله يستر. كنخاف كنشعلها وانا خايف، كاين شي مشكل. دابا خاصني الميناج الميناج الميناج، غنجيب شي سوسيتي ولا شي نسا قادت حاد قالت اختي يقلبوا لي الدار كلها سفير على عافير. صافي دابا تقدت لي البوطه. كان المشكله البنات في الطوندور، في راسكم الطوندور هو اللي كان فيه المشكل ماشي البوطه. الطوندور راه كيقلب الموازين بزاف، حتى خوت هذا المستل هذا الزمر. قلت لكم الطوندور هو اللي كان فيه المشكل. صافي ملي بدلت بدلوا لي الطوندور صافي تقادوا لي المسائل.